تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في كل حلقة من حلقاتنا نتطرق لمواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم اقتراحاتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم برنامج التواصل أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسن الغلاونة، في التنسيق نور القصلي، وفي الإخراج أيمن صحيح. صبحكم الله بالخير جميعا. أذكركم برنامج التواصل ويانا 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما عودناكم مستمعين برامجنا بتكون متنوعة، طبعا عندنا فقرة توعوية وفقرة سوشيال ميديا وكذلك فقرات صحية وطبية إن شاء الله بنتطرق لها خلال برنامجنا اليوم وحلقتنا في برنامج صحة وسعادة. طبعا مثل ما عودناكم أول فقرة تكون عندنا طبعا فقرة السوشيال ميديا وأغلب ما يدور فيها، ومعانا زميلتنا أسماء الجناحي خلال الختيب ثاني إن شاء الله بنتعرف على اهتمامات السوشيال ميديا اليوم وأغلب ما يدور فيها. صباح الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور السود، أشكر عليك على كل المستمعين إذاعة نور دبي. طبعا فقرة السوشيال ميديا اللي ننتظرها عرف آخر الأخبار. أي آخر الأخبار طبعا وفد هيئة الصحة ما زال موجود في الهند. ويوم أمس التقوا بعدد من الشخصيات منها وزيرة الصحة والعدالة الاجتماعية في كرنلا، كذلك التقوا يعني رئيس تنفيذي لمجموعة ماني فال في بنغلور، وأيضا شركة فينيكس عندهم هناك مثل كامبس خاص بالابتكار، وفيها تعرفوا طلعوا على آخر الابتكارات الصحية أو التقنيات اللي يتم استخدامها في تطوير القطاع الصحي وتوفير أفضل الخدمات وغيره. هاي من ضمن الأشياء اللي صارت أمس في خلال تواجده في دولة أو جمهورية الهند. أيضاً نحن هيئة الصحة نحاول نتفق بالمجتمع حول أداة يسموها أداة براعم. أداة براعم هاي أداة الفحص النمائي تساعد بالأولياء الأمور إنهم يعني يكتشفون لا سمح الله أي شيء في عيالهم قبل ما إنه يعني إذا ما يقولون يطيح الفارقة. فالإلاف التشفير المبكر تساهم في جودة حياة أفضل لأبنائنا ونطمن أنهم يحصلون الدعم الكامل والصحيح. فهي بس مجرد ينزل تطبيق الهيئة الدكتورة يجاوبوا على الأسئلة، مثلا هم يطمنون يعني إذا ما في شيء إن شاء الله يطمنون، وإذا في شيء ممكن يتداركون. دائما التدخل المبكر تخلي أطفالنا يندمجون في المجتمع بطريقة أسرع. ممكن الموضوع يكون جدا بسيط في أول كم من شهر، لكن إذا وصل 5 سنوات يعني يكون وايد صعب. يعني إحنا وايد يعني أنا شخصيا أعرف وايد أشخاص يعني من ربعي بس لأنهم يعني كانوا مهملين موضوع الأول 5 سنوات أو أول 6 سنوات في حياة عيالهم. عيالهم الحين يعني ينقصوا في 20 لكن مو قادرين ينخرطوا في المجتمع، وهذا شيء يعني كان ممكن يكون يسوي ويدارس ويندمج ويسوي يعني ويدرس ويخلص، وهذا لو انهم كانوا بادين معهم من البدايه. فدائما نقول التدخل المبكر وايد مهم، والاداه موجوده ومجانيه، اي واحد عنده تطبيق الهيئه بس هي اسئله وجاوب عليها وخلاص انها تطمن، ومنها يعني نحب نطمن على عيالكم. صحيح الجميل احنا كذلك يعني اكثر عن طفل اقدر يعني اذا فرضا الشخص عنده طفلين او ثلاث يقدرون كذلك ان يقيم الاطفال اللي عنده بهالطريقه، يعني ما بانه مقيد بشخص واحد بس. صحيح، وهذا شيء احنا نسويه لكل الاطفال اللي يعني، لكن احنا نبغى الاداء تكون موجوده في ايد كل ام واب. يعني لازم تكون موجوده، انت تكون كم من شهر
ارجع في مشتطات، يعني في اشياء 6 شهور غير عن 8 شهور غير عن سنة غير عن 18 شهر، فممكن اصلا ترجع تسوي الاداء مرة ثانية. ويعني انا احس انها شوي اطمئنان لاولياء الامور ان يعني عيالهم ان شاء الله بصحة وعافية. صحيح. والحمد لله أسمى يعني الحين تطورت هذه يعني القياسات أو يعني هذه التقييمات تطورت طريقة كبيرة، يعني الواحد يقدر حتى في بيته في أي وقت ينفذها أو يسويها وتطلع له نتائج معينة لها. يعني يمكن قبل لو نشكتها بسنوات مضت يمكن ما يقدر الواحد، لازم ياخذ فحلة للطبيب ولازم تتم متابعته. الحين الحمد لله في أسئلة والحمد لله كل يوم ويوم يطلع لنا شيء جديد يعني يسهل الموضوع سواء للمتعاملين أو المرضى أو الأهالي سواء للأطباء كذلك. أيضا بشأن نختم سلام مثل بالرسالة الإيجابية وهي اللي تقول لا تكن رافضا للأفكار محبطا لمن حولك، ولكن كن مفكرا واسأل كيف يمكن لتلك الفكرة أن تتحقق وما هي نتائجها. أحيانا نحن عندنا تعرفين بعض الشخصيات تقول لا قبل ما تعرف الموضوع. صحيح. فيعني شوي يعني سيت داون، لازم يجي سيت داون وقولوا يعني دائما اسأل. ممكن الفكرة عندك أنت تشوفها مثلا ما أحب أقولها كذا لكن أنت تشوفها سخيفة، لكن أحيانا لما تسأل كيف نطبقها كيف نحطها كيف نسويها، يعني في وايد ابتكارات صارت من فكرة جدا بسيطة الواحد مول ما يتخيلها وفرت وايد الميزانية في الشركات. صحيح. ممكن تكون الفكرة أنت تشوفها يعني واضح لكن لما تطبقها تعود لك بعوائد وايد إيجابية، فلا تقول لا على كل شيء. وفي أشخاص ساعات يعطونك أفكار يعني كثير بس يعني ما بمشي يوم يعتبر قلنا نجل. صح. نحن ما نتكلم عن الشخصيات، نتكلم عن الشخصيات اللي دائما تحاول تحرص إنه تعطيكم أفضل الأشياء ممكن وأفضل الابتكارات وأفضل الأفكار. لكن الواحد مفروض يقيم الطرف الثاني اللي بس يقول ولا لا فعلا يجب على الشغل. وأنا ما أشوف الصعوبات في هذه الأفكار وأوازن بين الميزات فيها وشو العائد منها وشو الصعوبات اللي بتواجهها. ودائما يعني نسأل ونأخذ ونعطي. صح. نسأل ونأخذ ونعطي نأخذ ونعطي. ممكن الفكرة تكون أصلا غير قابل للتطبيق لكن في النهاية ممكن تطبقها مع الحوار مع النقاش مثل ما يسمون brainstorming يعني النقاش، وهالأشياء ممكن تطلع الفكرة كانت بسيطة لفكرة يعني جدا كبيرة. فهاي نصيحتنا اليوم ونقول لهم خميس ونيس إن شاء الله ونرجع للإجازة ودمتم صحة وسعادة. ودمتم صحة وسعادة أسمى الجناحي، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا مع زميلتنا أسمى الجناحي وطرقنا للسوشيال ميديا، وعندنا فقرتنا التوعوية، عندنا فقرتنا التوعوية اليوم بنتكلم عن شيء يعني يمكن نلاحظه أو بتبيتوا تلاحظونه في السوبر ماركتات أو في الجمعيات، يعني نوع من أنواع الأملاح يجذب الواحد من لونه صراحة. يعني يعني أنا دايركت أول ما أشوفه يعني يجذبني لونه وايد، لونه جميل جدا على اللون الوردي. طبعا أكيد له ميزات وله أشياء كثيرة كذلك اللي هو ملح الهيمالايا. طبعا بنتعرف عليه أكثر وأكثر. طبعا التعرف على هذه الأشياء وهذه الأملاح تزيد بعد كذلك من لها فوائد معينة يمكن تعورنا عن أشياء ثانية. ويانا أخصائية التغذية الأستاذة سامية وتخبرنا أكثر عن ملح الهيمالايا. صباحكم بخير أستاذة سامية. صباحكم الله بالنور والسرور. أهلا. صباح الورد. أهلا. حابين نتعرف أكثر عن ملح الهيمالايا. بالبداية أنا اخترت هذا الموضوع تحديدا لأن صراحة في الفترة الأخيرة إجانا كثير من التساؤلات، وللأسف في ناس كان عندهم استخدام مفرط في هذا في هذه المادة الغذائية. حبينا نوضح هذا الشيء لأكبر عدد ممكن من الناس. فرح نتكلم عن ملح الهيمالايا. هو أول ما هو ملح الهيمالايا للأشخاص اللي ما بيعرفوا، هو نوع من أنواع الملح بلوراته شوية كبيرة أكبر من الملح العادي، يميل لونه إلى اللون الوردي. هذا الملح ينسب إلى جبال الهيمالايا، فما أخذ الاسم من هنا من جبال الهيمالايا. ما الذي يميز هذا الملح عن غيره، أو ليش في الآونة الأخيرة يعني سموه حتى في الملح المعجزة؟ هل هذا صحيح؟ هل هي ادعاءات صحيحة؟ ولو كان له فوائد ما هي فوائده؟
هذا الملح طبعا بسبب اللون الوردي، هذا اللون الوردي جاء من بعض العناصر الغذائية التي يحتويها هذا الملح، وبالتالي بعض الناس زعموا أنه يحتوي على فوائد مذهلة وقد تشفي العديد من الأمراض. اليوم راح نوضح التركيب الأساسي لملح الهيمالايا ونقارنه بالملح الطعام العادي اللي احنا بنستخدمه بشكل عام، ملح المائدة. ملح الهيمالايا لاقى رواد كبير جدا من الأشخاص، لدرجة أنه يعني بيمشوا في المولات من مول لمول أو من جمعية لجمعية يبحثوا عنه. احنا راح نقارن بالنسب الغذائية لبعض الأملاح اللي موجودة فيه ملح الهيمالايا ونقارنه بالملح العادي. بالنسبة للكالسيوم هو أعلى من الملح العادي، نسبة الكالسيوم فيه. بالنسبة للبوتاسيوم هو نسبته أعلى من الملح العادي فيه. المغنيسيوم والحديد والصوديوم أيضا هو عالي جدا، ولذلك لاقى هذا الترويج الكبير أنه يحسن من الأمراض النفسية ودرجة سموم وضعف الجسم. وبعض الأشخاص ادعوا أنه يعالج أيضا النوم، أو الأشخاص اللي ما عندهم وظائف النوم جيدة. بعض الأشخاص كمان يعني، وأنا أقول أشخاص مش أبحاث، يعني لغاية الآن لا يوجد أبحاث على هذا النوع من المادة الغذائية، أيضا ادعوا أنه يزيد من الرغبة الجنسية بسبب أنه المقارنة بينه وبين ملح الطعام احتواء على هذه المعادن. أحب أوضح أنه حتى ولو كانت هذه المعادن في ملح الهيمالايا مرتفعة مقارنة بملح الطعام، إلا أن أيضا تعتبر هي تراكيب بسيطة بالنسبة لاحتياج جسم الإنسان. أي أنه الشخص عشان يحصل مثلا، إحنا قلنا الكالسيوم فيه أعلى من ملح الطعام، لكن عشان أزود جسمي باحتياجه من الكالسيوم من ملح الهيمالايا، تخيلي أنا لازم أكل 1.7 كيلو عشان أأمن جسمي باحتياجه من الكالسيوم، وهي كمية صراحة جدا وغير منطقية. فمن هون الناس شوية يعني صراحة بالغوا في وصف ملح الهيمالايا، وبالغوا في بعض الاستشفاءات يعني والتداوي فيه بسبب هذه التراكيز. إلا أنه احنا بنقول لكم مرة أخرى، هاي التراكيز جدا قليلة مقارنة بملح الطعام، هي أعلى لكن هي تعتبر يعني تعتبر نسب بسيطة جدا، وجسم الإنسان لا يستفيد منها على النحو اللي نوصفت فيه. لذلك الترويج لملح الهيمالايا بأنه يعالج هذه الأشياء لا يعتمد على أي دراسات علمية، لغاية الآن لا يوجد أي دراسة علمية تدعم أنه هو أفضل من ملح الطعام العادي. وأيضا نقطة إضافية بالنسبة لملح الهيمالايا، شيء مهم جدا أنه يفتقر إلى اليود. ملح الطعام العادي يحتوي على اليود، لكن ملح الهيمالايا يفتقر إلى اليود، وإحنا عارفين أن اليود لا نقدر أن نحصل عليه من جسمنا، يعني جسمنا ما بيصنعه، لازم ناخذه من الأطعمة البحرية وملح الطعام. وبالتالي هذه نقطة إضافية تضاف إلى أنه المبالغة في وصف ملح الهيمالايا بالملح المعجزة. إذا الأشخاص اللي بيدعوا أنه كثير مفيد وكثير مهم وكثير بخفف من أمراض الضغط والدم وهالأشياء، هي ادعاءات للأسف لا تستند على أي دليل أو أي دراسة علمية تذكر. وهذا بالنسبة لملح الهيمالايا، هو يمكن كذلك اللي يشد لونه أستاذ إسلامي، لونه يعني يشد الواحد يتعرف عليه أكثر صراحة. ممتاز. وهذا لأنه باللوراته، يعني باللوراته فيه كبيرة شوية واللون يجذب. لأنه هو إحنا ماخذين الملح الصافي نفسه، هو مش معرض لعمليات تكرار. نعم. وإحنا ماخذين الملح الخام نفسه، ملح الهيمالايا هو الملح الخام نفسه. لو طحناه أو لو عرضناه لعمليات التكرير، فبالتالي احنا ممكن بالضبط. هو اللون الوردي عادة هو بسبب أكسيد الكبريت وبعض الأملاح اللي ذكرناها، لكن مثل ما قلت انه لا يعني صراحة لا يوافق الادعاءات اللي بالضبط اللي احنا يعني ممكن تخلينا. بالإضافة نفسها كمان كل مهم، هو غالي جدا. صحيح، مقارنة بالملح العادي هو أغلى. بالضبط، هو أغلى، وبذلك بسبب عامل تسويقي بحت، يعني راحوا ناس صراحة باجتهادات شخصية راحوا وشافوا التجار وطلبوا منهم أدلة تثبت إنه يعني ليش سعره غالي مقارنة بسعر الأملاح الأخرى المتوفرة في السوق. أعطونا أدلة أو دراسات تدعم كلامكم إنه يعني هو يستاهل هذا السعر. صراحة هي أسلوب تسويقي لا أكثر، هي فقط ماركتينج، ويعني خلينا نقول نوع من أنواع البزنس وجني الأرباح فقط لا غير. وشكرا لطرح الموضوع، لأنه جدا مهم، خاصة أنواع الأملاح الناس تقدر تهتم، حتى الملح اللي تستخدمه يعني كجزء من تغذيتها بعد كذلك.
احنا ننصح الناس بس كجملة أخيرة رجاء أنا الأشياء اللي دائما تحصل مثل يعني موضة خلينا نقول يعني أنا للأسف يعني بمشي بين الناس بلاقيكم مثل من وين أحس هاي بالصورة قبل ما نبدأ نستخدم أي شيء ياريت يعني ما بياخذ منا الأمر إلا ممكن نكلم أخصائي التغذية أو أي إنسان مختص ونستخدمه. للأسف في بعض الناس فرطوا في الاستخدام يعني استخدام مبالغ فيه فبالتالي ممكن يعطي نتائج عكسية. أنا ما عندي أي مشكلة أستخدم ملح الطعام لكن الكميات بسيطة ولو صار وكان في مثلا حاجة استجدت أسأل الأخصائيين أسأل الشخص المختص أفضل. صحيح عشان أخذ المعلومة الصحيحة بالضبط بدقة. صحيح أستاذ سامي أسامة أخصائية تغذية هيئة الصحة بدبي شكرا لك. شكرا جزيلا لكم يعطيكم الصحة. الله يعطيك الصحة والعافية. طب نسمعين هذا كان موضوعنا بالصوف من حلهم العاية طالعين فاصل وراجعي فاصل كمو يعني صحة وسعادة. سمعين الأعزاء رجعناكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 400-6. حياكم الله. طبعا يعد مركز دبي للسكري أحد أهم المراكز التخصصية تابعة لهيئة الصحة بدبي واللي تقدم خدماتها المتميزة والمتنوعة للمرضى وفقا لأفضل الممارسات والبروتوكولات التشخيصية والعلاجية. والحديث عن خدمات المركز يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة ديما عبد المناف استشاري القدرة الصماء والسكري والعميد الكلينيكي لجامعة دبي الطبية. صبحك الله بالخير دكتورة ديما. صبحك الله بالخير أهلا وسهلا دكتورة. دكتورة طبعا مركز دبي للسكري واحد من المراكز يعني الكبيرة اللي تهتم بمرضى السكري عموما ولخدمات المميزة صراحة، فحابين نتحرك أكثر عن الخدمات اللي يقدمها المركز للمرضى بشكل عام. أكيد وشكرا على هاي المقابلة. في مركز دبي للسكري زي ما حضرتك تفضلتي هو من أحد المراكز التخصصية اللي تابع لهيئة الصحة بدبي وبتخصص بمرض السكر وبكل ما يتعلق بمرض السكر. فإحنا يعني بنطلع على المرض أو الحالة مش كإشي عارض رح يجي ويروح. إحنا لما يجي مريض عندنا بالمركز بنحاول إن نكون فريق عمل حوالين المريض. المريض هو المركز الاهتمام تبع الفريق الطبي كله. الفريق الطبي بيتكون من الطبيب بالنسبة للتشخيص والعلاج والنصائح الطبية، بس كمان مثل الطبيب في أشخاص أفراد كثير ثانيين مهمين ولهم دور كثير فعال بهذا الفريق، عبارة عن أخصائيين التثقيف الصحي، أخصائيين التغذية، كل ما يتعلق بأعضاء الجسم اللي ممكن إنه تتأثر من السكر أو اللي بهمنا إنه نحميها من المضاعفات مثل فحص شبكية العين، فحص القدم، حتى الرياضة، أخصائيين الرياضة، وبهمنا كمان الحالة النفسية للمريض. فعندنا كمان أخصائي علاج نفسي موجود في المركز. دكتورة طبعا السكري طبعا ما يعني كل الأعمار تقريبا مرض السكري يكون يعني يتعرض لأي شخص في أي عمر، فأي فئة عمرية تكون مستفيدة من خدمات المركز؟ مثل ما حضرتك تفضلتي يعني بما أنه مرض ممكن يصيب أي عمر إحنا كمان فينا يعني نشوف أي عمر بالمركز. عندنا قسمين، قسم للأطفال وقسم للكبار. بالنسبة للأطفال بيشوفوا أعمار بين من الولادة لحد عمر 18 سنة، أما كل شيء فوق 18 سنة يحول لقسم الكبار أو البالغين. دكتورة بالنسبة لي في فرق يكون بالنسبة لي السكري إذا قلنا يصيب فئة عمرية معينة فرضا الأطفال، وفي فرق بينه وبين اللي يصيب الكبار؟ أكيد السكر عبارة عن أنواع مش نوع واحد أو نوعين، والحقيقة تماماً كلنا دائماً أو على الأغلب نأثر السكر حسب العمر. هل هاي التأثير بطلت يعني بنعتمد عليها؟ في أشياء كثير تلعب دور إنه تخلينا نقرر أي نوع من السكر اللي صاب هذا الإنسان. فبشكل عام يعني دائماً الأغلب إنه عند الأطفال يكون نوع السكر من النوع الأول وعند الكبار يكون النوع الثاني، هذا بشكل عام. لكن طبعا في استثناءات وفي حتى أنواع غير،
وفي طبعا السكر اللي بيصيب المرأة الحامل وأنواع ثانية الأطفال بنولدوا فيها. فتعرف هلا العلم تقدم وفي طرق وتحاليل إنه كتير نقدر نعرف شو بالضبط المريض مصاب فيه. دكتورة طبعا نفس النقطة اللي ذكرتيها أن العلم الحمد لله تطور في كافة المجالات الطبية وخاصة في مجال السكر. فحابين نتعرف أكثر عن آخر التطورات والمنتجات المتوفرة في مركز قبيل السكري لتشخيص وعلاج مرضى السكري. إحنا في المركز بنحاول إنه دائما نواكب الطرق المتطورة سواء بالنسبة للتشخيص أو العلاج. بالنسبة للتشخيص المريض لما يجي إذا عنده موعد بالعيادة عندنا من الأجهزة اللي بتطلع نتائج تحاليل الدم بشكل مباشر، يعني ما عليه المريض يستنى يرجع بعد يومين أو ثلاثة لحد ما نعرف. هذه التحاليل اللي هي عبارة عن تعطينا فكرة كم مخزون السكر في الثلاث أشهر اللي فاتت، إذا محتاجين حتى إنه نعمل فحص الكوليسترول أو فحص الكلى أو الكبد مباشرة لمريض معين، كمان عندنا الأجهزة اللي بتمكننا من فعل ذلك. بالنسبة لمتابعة السكر والعلاج في تطورات حديثة بالنسبة للتكنولوجيا، عن نقدر نحط زي أجهزة تركب على الجسم بتمكننا إحنا والمريض إنه نعرف قراءات السكر خلال اليوم كله بدون ما المريض يشيك السكر يعني عن طريق الجهاز. هذا بتساعد إنه إذا في مثلا شكل معين قاعد بصير عند المريض، نفرض إنه في ساعات معينة من اليوم قاعد السكر بنزل أو بيرتفع، حتى هو نايم حتى هو صاحي إحنا بعدين ننزل الريبورت من هاي الأجهزة وتعطينا فكرة كتير دقيقة عن وضع السكر بالجسم. فترات معينة دكتورة الشخص ما يكون يشكب فيها السكر، يعني ما بيشكب طول اليوم أو كل دقيقة أو مزبوط. فهذا بيعطينا يعني جدا جميل أنك أنت متحكمة أو أنت مراقبة السكر طول اليوم تقريبا. أكيد، لأنه في ناس كتير بتقول طب أنا لما كل ما أشيك كل يوم على هاي الساعة بيكون السكر كذا، وحقيقة ومعاهم حق، لكن زي ما حضرتك قلتي هم ما بيشيكوا كل دقيقة أو كل ساعة، وفي أشياء كتير حتى التفكير حتى الحركة ممكن أنها تأثر يعني في القراءات. عندنا كمان اللي هي مضخات الإنسولين اللي هي عبارة عن زي حل أو مساعد جدا للناس اللي بيستعملوا كميات كبيرة من الإنسولين مثل المصابين بالنوع الأول من السكر، وهاي بتمكنهم إنه بدل مثلا ما يضلوا يعطوا حالهم أوبر 4 أو 5 مرات في اليوم، جهاز مضخة الإنسولين هو اللي يعني طبعا بيعطي هذا الإنسولين، بس مش بالسهولة اللي أنا بحكي لك عنها، برضو بده تعليم وبده المريض يصير عنده خبرة وهكذا، لكن هاي الأمور متوفرة وإحنا بنقدر ندرب عليها في المركز. وكذلك تفيد يعني خاصة المرضى السكري، يعني الشخص يعني يبتدي يتعامل مع المرض يعني كرفيق له، فيعني التوازن لأنه يعرف يركز على كل نقطة يعني جدا هذه مهمة خاصة المرضى السكري. دكتورة طبعا عندكم نظام مواعيد في المركز السكري، فحابين نتعرف أكثر عن هذا النظام. صحيح، نظام المواعيد بالمركز بشكل عام احنا بنفضل انه المرضى اللي بيحبوا يجوا عندنا يكونوا عبارة عن يعني محولين من طبيب عام او طبيب تاني، بحيث انه مشخصين انه عندهم سكري وجايين عندنا. السبب في ذلك انه مثل ما حضرتك يعني بتتوقعي انه في ضغط كبير على المركز موجود، واحنا بنحب طبعا انه نشوف كل حدا، بس مرات في ناس وما شاء الله يعني إحنا مثلاً في هيئة الصحة عنا عيادات خارجية وعنا عيادات الأسرة وكذا، قادرة إنها تقوم بأشياء كتير وتساعدنا فيها بحيث من ناحية التشخيص أو تطلب التحاليل الأولية أو كذا، وبعدين لو الحالة مثلاً معقدة أو بدهم مساعدة أو كذا إنه يتحول المريض عنا. فإحنا بشكل عام بنفضل التحويل، لكن تحدي الآن إذا مريض اتصل وقال أنا عندي سكري وحابب أعمل موعد، يعني ما من ضد حدا نعمل له موعد. دكتورة طبعا تطرقتي لأن الخدمات اللي تقدمها في مركز قبيل السكري، وواحدة من الخدمات اللي نعتبرها جدا مهمة اللي هي الوعي والتثقيف الصحي، فحابين نستعرفين أكثر عن أهمية الوعي والتثقيف الصحي سواء في الوقاية من المرض أو كذلك في الحد من مضاعفاته السلبية على المريض إذا الشخص كان عنده السكري. صح،
يعني زمان أول ما طلع علاج السكر والناس صارت تفهم إنه شو المرض وشو مضاعفاته، كنا نفكر إنه يعني إذا نزلنا معدل السكر وضبطنا السكر بالدم خلص هذه كل القصة والمضاعفات ما رح تصير. بعدين لقينا إنه لا، في عوامل تانية سواء المريض لازم يتثقف إلها أو حتى الطبيب لازم إنه يحكي فيها ويثقف المريض عنها، مثل ضغط الدم، مثل الوزن، مثل الكوليسترول والدهون الثلاثية، مثل وضع الكبد. هذه كلها أمور لها علاقة ومتداخلة ببعض، بحيث أنه يعني حتى لو السكر لوحده كان طبيعي بس هاي الأمور فيها لسه مشاكل، بشكل عام سوف تؤثر على يعني صحة المريض والمضاعفات إنها تصير. فالمهم كثير أنه المريض يتثقف بكل هاي النواحي ويعرف إنه هو مش بس قاعد يعالج رقم عشان ينزله ويصير الرقم طبيعي، لا، في أشياء كتير ثانية بهمه إنه تكون under control. ولكل فئة عمرية ولكل حالة مرضية هاي الأرقام أو تتغير من شخص لشخص، فمهم كتير إنه يعني المريض يقعد مع الفريق ككل يفهم من أخصائي التثقيف شو التارجت تبعه أو شو الهدف اللي هو لازم يوصل له ويسعى لهذا الإشي بحيث إنه يمنع المضاعفات. هذا دور كبير، يعني التثقيف الصحي يعني له أهمية كبيرة خاصة لمرضى السكر. دكتورة ديما، كلمة أخيرة توجهها للمشاهدين خلال البرنامج. أول إشي بحب أشكركم وأشكر إذاعة نور دبي على كل برامجها الهادفة، وبنحب نقول إنه يعني إحنا عارفين إنه دائما بدنا نكون بهذا البلد من رقم واحد، وبهمنا كثير إنه الصحة تكون included كمان، لأنه مع تطورات الحياة وتغير طريقة العيشة وقلة الحركة والرياضة قاعد بصير عنا يعني أرقام كبيرة من نسبة للأمراض المزمنة، وهذا بيأثر ورح يأثر يعني على الأجيال القادمة. فإحنا كثير بنشجع إنه مثل ما أنت قلت يعني بتكون لسه الوقاية أهم كثير من العلاج، فالدور اللي بيلعبه حتى يعني في المدارس في الجامعات بحيث إنه يعني نشجع إنه هاي الأمراض ما تصير بقدر الإمكان، أكيد رح يكون كثير مهم عشان برضو نعمل الصحة من الأشياء اللي إحنا متطورين ومتقدمين فيها. نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة ديما عبد المنان، استشاري طبيب الصماء والسكري والعميد الكلينيكي لجامعة بيت الطبية. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص خدمات مركز دبي للسكري. بعد الفاصل ان شاء الله وراجعكم، خليكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الاعزاء، رجعناكم مره ثانيه في برنامج صحه وسعاده. اذكركم بارقام التواصل ويانا 600551414 والرسائل النصيه على 4006. حياكم الله. طبعا فقرتنا الحين بنتكلم اكثر عن اللجنه الرياضيه بهيئه الصحه بدبي، بنتكلم عن المشروعات والانجازات. تمكنت اللجنه الرياضيه بهيئه الصحه بدبي من تحقيق العديد من الانجازات خلال العام الجاري ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز وتفعيل والحث على ممارسة النشاط البدني لدى موظفي الهيئة وأفراد المجتمع المحلي بشكل عام، وكإجراء وقائي للحد من الأمراض المختلفة. وللحديث عن جهود وإنجازات وخطط وبرامج اللجنة يسمى يكون ويانا اليوم في الاستوديو الأستاذ حمزة عباس، مدير المشروعات الرياضية والبرامج الاجتماعية. صباحك الله بالخير أستاذ حمزة. أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ حمزة. حابين نتعرف أكثر وتعطينا فكرة عامة عن الجهود والإنجازات اللي حققتها اللجنة خلال العام الجاري. بسم الله الرحمن الرحيم. بحيث اللجنة الرياضية المفاهد الحصان تطلع لنا هدف. نعم. الهدف كان نضمن ضمان تحفيز الموظفين لممارسة النشاط الرياضي في الهيئة. هذا أهم أول هدف اللي حطيناه نحن، نحفزهم وممارسة النشاط الرياضي وزيادة عددهم في ممارسة النشاط. الهدف الثاني كان ضمان مش بس أنهم يمارسون النشاط الرياضي، يكون مستمرين في هذا النشاط الرياضي. نعم. يكون شكل أسلوب حياة لهم. نعم. هذا شيء جدا. يكون عندهم نوع من الثقافة أنهم يمارسون. نعم. وبالتالي نحصلنا البرامج مالنا ومبادراتنا على هذا الأساس. أما بخصوص الإنجازات اللي تفضلت في إنجازات في المسيطة، نحن في اللجنة الرياضية الحمد لله سنة 2019
شاركنا وحطينا خطة في نعمل مبادرة حوالي 43 مبادرة كنا نسوين عشان نشارك داخليا. عندنا مبادرة داخلية وخارجية. وبالتالي الإجازات اللي سوينا وشاركنا في مبادرات نقول خارجية مع مؤسسات ثانية مثل المجلس الدولي الرياضي. احنا علاقتنا بالمجلس الدولي الرياضي عن نوع من اتفاقية شراكة بيننا وبينهم، وعندنا اتفاقيات مع المواطن الثانية بعد مؤسسات حكومية ثانية لدعمنا اتفاقيات. وبخصوص الإنجازات احنا شاركنا في الإنجازات الكبيرة، أنا بقول لك يعني المبادرات الكبيرة يعني مثل شاركنا في ألعاب القوى، ماراثون ألعاب القوى العالمية اللي تكون كل سنة في شهر واحد. شاركنا عملنا مبادرة داخلية، مبادرة عام التسامح، حوالي شاركوا 2000 موظف داخلي وخارجي لنا، جميع دوائر شاركوا ويانا، بعد الجنسيات الأخرى شاركوا بعد اللي في دبي. شاركنا في مبادرة 52 طابق أبراج دبي، شاركنا في برواز بلدية، يعني كان مبادرات عندنا سبارت ريس والمرموم، هذا كلها شاركنا الحمد لله بمشاركة موظفين الجنسين يعني الشباب والبنات. وبالتالي تلاحظين أن عدد الممارسين النشاط الرياضي في هيئة الصحة بالزيادة بيكون إن شاء الله، ونحاول كل سنة يكون أكثر ممارسة وياهم وتحفيزهم لمشاركتهم، لأن ما في أي عقوبة أي عقبات قدامهم أنهم ما يمارسون أي نشاط رياضي. إذا يتشجيع وخاصة بالعكس، تشجيع موجود وتحفيز موجود من الإدارة العليا في هيئة الصحة، هيئة الصحة موظفينا يكونوا نشاطين بجانب الصحة، نحن ارتباط الصحة والرياضي ويا بعض، وبالتالي كنا احنا جاهزين لأي نشاط رياضي نسوي في يسوونه في حكومة دبي، مبادرة حكومة دبي. هذا 2019 اللي قلنا فيه الحمد لله، وكان نسبة المشاركين كثيرة يعني الحمد لله. الجميل كذلك تنوع الأنشطة والمجالات أو الأنشطة، وكذلك البطولات اللي تدخلونها أستاذ حمزة، هالشيء يعطي تنويه سواء للموظف والغير أنه يدخل في هذه البطولات. نحن قبل فترة ما خلصين لياقة تحدي دبي ترتي باي ترتي خلال الفترة الماضية، وشاركنا في جميع المسابقات اللي كانوا مسوينها في تحدي مشي في دبي بشارع شيخ زايد، كنا مشاركين. نحن سوينا مسيرة المشي في حديقة الأخوانيد، موظفين شاركوا في عدة برامج داخلية وخارجية سوينا لهم، سوينا في المستشفيات في القطاعات كلها سوينا برامج رياضية. وبالتالي كان خلال هذا الشهر هيئة الصحة موظفين هيئة الصحة كانوا جميعا يمارسون الأنشطة الرياضية في أي مكان، يعني بغض النظر وين المكان الموجود، يعني حق البيت حق الجيم حق، وبالتالي كل كان يمارس نشاط رياضي خلال هاي الفترة. مشاركتنا في تحدي العاب الموجودة في كأس الخيمة أو في دبي كل مشاركة خلال هاي الفترة، وسوينا برنامج رياضي اللي سووه مع الأخ عبدالله اليوني، هذا كان برنامج حلو. بعد كان عبد الله أخ عبد الله كان يجون كل يوم في مكان يسوي نشاط رياضي، كان كان مدة 30 يوم كان عشان يخف الوزن شوي، بس إن شاء الله ما يخف. لا إن شاء الله. وكذلك التنوع، يعني كل يوم كان يمارس شيء معين، فالشخص اللي يشوفه يشوف، يعني طبعا الجميل فيه ان انتم ما اعتمدتوا بس على القراءه او على يعني التصوير، وهو كذلك يمارس هذه الرياضه بالضبط. يعني رايتوا حتى الناس اللي قاعده تشوف، في ناس طبعا تشدها الطريقه، في ناس تشدها القراءه، واسلوبه كان جميل، الاسلوب كان شيء يعني كل يوم كان تنوع الممارسه. والله عبد الله كان شاركنا ويانا في ودينا في هذا 52 طابق، نعم أبراج الإمارات شار وصل يعني في النهاية، ودينا كاش بيتش شارك الجميرة، نعم شاركنا في المرمو هذا في سبل شتي تحدي، نعم يعني كان كلها أشياء قوية يعني تحدي شريك الطريقة يومية، وكان مجموعة طريق عمل وياي كانوا يشاركون شباب اللي يتمرسين في هالشيء كانوا يساعدونه في هالشيء، وبالتالي كانوا يشجعونه. بالتالي هو كان أكيد لك كذلك هالشيء يعرف الناس على أنماط يعني كثيرة، سواء يعني لا ما بشيء مستحيل بعد واحد يبغى شيء بيوصل له بأي طريقة يعني. صحيح. بالنسبة أستاذ حمزة، حابين نتعرف أكثر عن مدى إقبال الموظفين في الهيئة على هذه النشاطات والبطولات. بخصوص الموظفين الهيئة الحمد لله في إقبال وفي تقدم. نحن نحاول نغرس دور المرأة في الرياضة، نحفز الموظفات. كان شاركنا لنا في بعض الألعاب
للموظفات اللي يسوون المجلس الدولي الرياضي، ان عدد الموظفات اللي عندنا المواطنين شوي ما مشجعين شوي، نبغى نشوف شو يبونهم، نحفزهم كيف نحفزهم، نجلس وياهم نقول لهم شو هم يبون من نحن كلجنه رياضيه عشان نساعد. نحن الحين نسوي استماره حصر الاحتياجات الرياضيه والاجتماعيه، وبنشر لكل القطاعات اللي عندنا ان شاء الله انهم يقومون بعمل هذه الاستماره خلال الفتره الجايه ان شاء الله. ويكون ان شاء الله الاستماره موجوده عندي هذا الحين موجوده، بنرسل لكل القطاعات والادارات وهذا، واي حد عنده مبادره رياضيه خلال 2020 نحن حاضرين يعني نتعاون وياهم، ونبغى نسوي برامج مع اخوات في اداره التغذيه السريريه بعد والرياضه والصحه والتغذيه، ويكونوا بعد وكيف نفعل هذه المبادره ان شاء الله. نبغى نسوي برامج في مستشفى حتى نروح نسوي لهم برامج رياضيه هناك، ونشارككم موظفات الموظفين اللي هناك لان شويهم بعيدين عن المنطقه يعني محتاجين حد يروح لهم يسوي لهم برامج. هذه طبعا احدى الخطط صحيح خلال المرحله المقبله، فحابين نتعرف كذلك على خططكم خلال المرحله المقبله. والله نحن خططنا الحمد لله رب العالمين، سوينا الشيخ سوينا الخطه، وهذا اللي كان عفوا قبل 9 سنين الماضي كان تقرير كامل ما شاء الله اللي نسويه كله، وبالتالي كان الإقبال وعدد فعاليات كثيرة. ممتاز. بخصوص السنة الحمد لله سوينا الخطة وهذا بالتعاون الإخواني اللي في اللجنة الرياضية، حطينا المبادرات اللي نبغى داخلية وخارجية للموظفين، ركزنا أكثر على الموظفين إن شاء الله عشان نشجع مثلا يمارسون نشاط رياضي، وعندنا مبادرات خارجية مع مجلس دبي الرياضي اللي يسوونها طول السنة، نحن بعدها نشارك وياهم جميع المبادرات. وبالتالي سوينا يعني إحنا كهيئة الصحة موجودين في أي مبادرة موجودة في مدينة دبي. ممتاز. طبعا أي فعالية أو أي بطولة أو حتى الإنجازات أكيد فيها شركاء استراتيجيين من مساعد يعني يدا بيد مع هالشركاء تجعل نجاح شيء، فمن هو أبرز الشركاء؟ نحن شركائنا الحمد لله مسجد دبي الرياضي وجميع دوائر حكومة دبي وحتى المستشفيات الخاصة، نحن نسوي لهم بطولات وشركائنا في هذا، وبالتالي نحن بس ما قلنا بس مسجد دبي الرياضي، نحسب المسجد الرياضي بالإضافة إلى دوائر حكومية ويانا كل بلدية دبل وكل هيئة الطرق الجمارك كلهم الحمد لله موجودين ويانا كلهم من مواقف نشاط رياضي اللي نسوي في تبادل هناك بيننا بالإيميلات، وهذا إذا عندهم أي نشاط رياضي يبادرون نحن نشارك وياهم أو هم يشاركون ويانا، وبالتالي نحن الحمد لله شركاء مالنا كثيرين وشركاء استراتيجيين موجودين ويانا، وبالتالي هم متعاونين ويانا وفي جميع الأحوال يعني هناك في تنسيق بيننا وبين هالدوائر في أي مبادرة رياضية، حتى هم عندهم أي شيء عندهم يخبرونا قبل نحن بنسوي نشاط هل بتشاركونا، نحن بالمثل يعني وبالتالي هناك في تعاون مع جميع الشباب الموجودين في الدوائر الحكومية، لأن الشباب الموجودين هم رياضيين أصلا هذا هم رياضيين وعندهم رغبة، في هناك تعاون بين الدوائر هذا، وفي النهاية كل لمصلحة الموظفين في الدوائر وتبادل خبرات بعد بالضبط كبيرة هي بالضبط، ودهم يستفيد منهم وهم يستفيدون منا في بعض الأشياء وهذا، وفي تعاون في المرافق اللي عندهم هم نحن نستفيدهم وهم يستفيدون من المرافق اللي عندنا، وبالتالي في تعاون مع جميع إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ حمزة عباس مدير المشروعات الرياضية والبرامج الاجتماعية بهيئة الصحة دبي. شكرا لك. حياك الله. مشكور. مثلنا كانت هذه فقرتنا بخصوص اللجنة الرياضية بهيئة الصحة دبي اللي هي المشروعات والإنجازات، وتحدثنا كذلك عن البطولات والإنجازات اللي حققتها الهيئة خلال هذه الفترة، وكذلك عن خطط اللجنة خلال المرحلة المقبلة. هذا بخصوص موضوعنا. في مداخلة بنتواصل مع الشخص بخصوص في مداخلة واقتراح. طبعا الجميل في مشاريع اللجنة الرياضية أنها مستمرة طول السنة، كذلك الممارسات الرياضية اللي تكون متنوعة مثل ما حدثنا الأستاذ حمزة، يعني ما بتركز على شيء معين، لا كذلك على أشياء متنوعة خلال هذه الفترة أو خلال حتى يعني خلال هذه التطبيقات للمشاريع والإنجازات الرياضية.
لأنها تعطي الأشخاص فرصة معينة لاختيار نوع نمط الرياضة اللي هم يفضلونها. يعني نوعت عشان يمكن في ناس معينة تقول أنا ما أحب هذا النمط من الرياضة، أنا ما أحس يعني أني أندمج أو أني أرتاح وأنا أكون مع هذا النمط من الرياضة. بس الجميل كان أن تنوع هذه البطولات والإنجازات خلال السنة، وكذلك عرضها خلال السنة، ونفس ما ذكرنا سيد عبد الله خلال التحدي اللياقة، كان كل يوم يبرز لنا رياضة معينة ويدخل فيها خلال هذه الفترة خلال 30 يوم. لأن مداخلة من أبو أحمد. صباح الله بالخير أبو أحمد. صباح النور دكتورة، كيف حالك؟ الله يسلمك أبو أحمد. دكتورة حقيقة أنا فتحت على المذياع وأنت تناقشين عن مركز السكر اللي في دبي. نعم. حقيقة شوف، من حق هذا المركز على أي إنسان يعني يزور هذا المركز. أنا من مراجعين لهذا المركز بس مش لي للأهل. نعم. حقيقة هذا المركز مركز إنساني مش مركز سكر، مركز للإنسانية. خدمات هذا المركز حقيقة يعني شو ما أتكلم أنا في برنامج وأي شيء ما بنعطيه حق هذا المركز. أنا أغني صاحب الفكرة والمؤسس لهذا المركز. حقيقة من تدخل هذا المركز، من التسجيل، من موظفين التسجيل إلى التمريض إلى الدكتور إلى الصيدلية، وبعد متابعتهم للمريض إحصاء، يعني مركز أحاسيس، مركز للإنسانية في إمارة دبي. حقيقة يعني الفكرة والمؤسس واللي يدعم هذا المركز أنا أقول يعني الله بيعطيه خير وعطلنا الخير إن شاء الله. أنا شو اقتراحي إلى هيئة الصحة؟ أولا بقترح على رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن يحطوا لنا في كل إمارة مركز مثل هذا المركز. هذا رقم واحد. رقم اثنين، اقتراحي الثاني لهيئة الصحة واللي هي يعني ما مقصرة في إمارة دبي حقيقة، من العيادات من المستشفيات من الخدمات إلى المنازل، يعني يحطون لنا مركز يعني فروع لهذا المركز، يعني منطقتين ثلاث تشملهم فرع، فروع يعني مثل تقول إسعافات أولية قبل ما توصل للمركز. طبعا هناك المواعيد يعني شوية بعيدة، يعني هو هذا هو يعني المطلوب كذي، يعني مش معقول أنت تروح تشيك كل أسبوع وكل شهر كذا، يعني يحطون لنا فروع، يعني فرع يشمل أساس أربع مناطق متقاربة لبعض، لأن هذا المركز يعني ويغيرون الاسم من مركز سكر إلى 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 اسم يعني يكون يعني يليق بهذا المركز. هذه أنا من خلال مراجعتي وسيراتي لهم مع الأهل أشوف يعني من حق هذا المركز إحنا نتكلم ونبرز هذا المركز. هذا المركز أنا أشوفه مختفي لكن خدماته جليلة، خدماته يعني حقيقة من ما يتعامل بس مع مريض، يعني يتعامل مع المريض من كل النواحي حتى ذكرتنا بالصورة دي حقيقة صحيح. مش مدامنة ولا كلام ولا أنا يعني أنا شخص يعني لمس هذا الشيء شفته ممتاز. بالتليفون تتصل يوصلوا لك الدواء، يعني أمور يعني أنا ما حد يتخيل. أنا أتمنى يكون في كل إمارات الدولة مركز من هالمركز. وفي هيئة الصحة أطالبهم بالفروع في عدة مناطق فرع لهذا المركز. ممتاز. نشكرك صراحة على مداخلتك أخوي أبو أحمد صراحة، وأنك أبديت رأيك في المركز وعطيت اقتراحك كذلك، وهالشيء حابين نسمعه من جميع المستمعين كذلك. فنشكرك على التواصل أبو أحمد. مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسن البلاونة، في التنسيق نيرة الأطلي، في الإخراج أيمن سرحيل، ومحدثتكم الدكتورة عاشر البصري. نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد. إجازة سعيدة للنهاية، إجازة نهاية أسبوع سعيدة للجميع. الله يعطي العافية اللي بيكون متواجد خلال فترة الإجازة في دواماتهم وأعمالهم. نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.